قوي حمستنا حلوه قوي عشان لا تطلعي يا مين اهلا وسهلا يا مين اهلا وسهلا يسلم ايديك يا ست خالديه لك شو عملتي؟ قولي على عمتي ان شاء الله والله ما بطلت فركشت الله يعطيك العافيه فركشتي قولي على خدوها خدوها بسرعه اغسلوها الفستان اجروها ليش ما جبتي معك نبيها يا ست عزيزة؟ يوه يا أم جوزيف نبيها بتتاخد على العراس ليش بقى؟ السكوة دلوش يبعت رحمة جنشوف شخص يا شو؟ لا كتف حلو ولا منطق مرتب اخرجة تقعد بين الناس ايه والله بتسود الوش ايه مو كله الحق عليكي تاركتيها هيك مثل المقطوعة كمان انتي أم جوزيف عم تحكي بالظاهر بس ما بتعرفي شو ساوي فيني هي وأخوها ايه والله مقضيين المر وما حلي شوين عروس عطل هلا ما اجي تاخرت كتير يا سواد وشي يا سواد وشي ايه هدي حالك صرفتي شوي هدي حالي الله لا يوفقها وين تاخرت فيها ما تنجي بالك شوي مستحيل لا حتى بلش العروس تاخرتوا كتير علينا يا ست سليمه اخ والله ماني عارفه شو بدي لك يا ست فريزه يا سواد وشي منكم طيب بعتي حدا يشوفه ليش ما اجيت لهلا صرفتي مين بدي بعت؟ إيش بيعرف من بعتين؟ صرفتي الله يخليكي بتروحي أنتي؟ الله يخلي لياكي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تهيني القصة قولي على عمتي ما أنا عم ينضف لك شو بدي ساوي أكثر من هيك يا ست خالدية ما راح منه لون شراب المرق يا على عمتي ما بقي اللي بيسمعها اتركي من ايدك اتركي من ايدك هلا وبرمي عبيوت الحاره بيت بيت دقي عليهم واساليهم اذا عندهم فستان عرس يعيرونا اياه اوام لساتك هون اوام والله جبتيها يا اخت خالدية قولي على عمتي على هالفصل قولي على عمتي طمنوني شو صار معكم لك شو عم تفسكي فيه الفستان ليش ما نزلتوه تنكسر ايدي طولي بالك تبكي لا تبكي لا طبعا تنكسر ايدك تنكسر ايدك ورجلك كمان انتي ليش قلتي لشكرية تروح تدور على فستان عرس؟ مشان ما حدا يلومك هند خانو ومشان كلهم يقولوا انك عملتي جهدك لحتى تتجوز عيشة اليوم شلوني معك انا؟ لك يا عيني عليك يا ست خالدية هلأ عجبتيني وهالسنة رح بتروحي على الحج يا نسوان لك شوفوا ساكتي ما عندي مشكلة زرقوا حبيبي ولا تجروني
صعبة كتير يمرقوا الحريم بين الرجال يا ست خالدية. تبعتلي حمى ان شاء الله على هالفصل. لا حول ولا قوة الا بالله. امشي 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 نخبر الست هند شو شفنا. امشي يلا. Yeah.
طرحة على اوضتي. عامل لك على اوضتي. ليش هيك كسرتي بخاطرها يا حجي؟ لانه ما عاد في نصيب لا من عنا ولا من عندكم. انبسطتي ست سليمة؟ سمعونا هي شوفي صار يلي صار يا ابو جابر، بنتكم لسات عندكم وبنتنا رح بتضل عنا، باخذ ابنك والله معك، مع السلامه. شلون 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 ابو عطا؟ انا ماني عم صدق عداني. لك شو عم تقول انت؟ يلي سمعته انت واللي جاي معك. لا سيدي ما سمعنا وهي الشغله مو على كيفكم. فهمتنا انا ما فهمت. ما فهمنا وبدكم تروحوا. نحن ما عاد يشرفنا هيك نسب يا شيخي، ما عاد يشرفنا. يلا يلا يا ولاد، يلا 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 ضربي سلام. يلا ليش هيك عم بيصير يا مو؟ اساس الغلط من عنا يا مو. الله يبعث لك الاحسن عم يعطاه. تصبحوا على خير. الله معك يا مو. شد حيلك. الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يبعث لك كسر ايدي، يبعث لي حم على هالفصل، ريتها كانت باطلة ومحولة هديك الساعة. قال شو؟ بدي بيض وشي قدام الست هند وبدي ضيف شراب الورد. ولي الله لا يسامحك يا ست خالتي. ايه والله يبعث لي حمى. يعني انت السبب بكل شيء ولا حدا تفشك عليها؟ لا ايوه انا المحقوقه، انا اللي بتحمل كل شيء. ليش لحتى الواحد يتهم حدا؟ لا حدا فركشني ولا حدا دفشني، بعدين الله بيحاسبني. يعني الست هند ما دخلها؟ لك انا ابو جابر البكواتي، يجي واحد مثل ابو عطا يزلني قدام رجال الحاره؟ لك مين هو؟ مين مفكر حاله؟ ها طول بالك ابو جابر، ولازم الأول نعرف شو صار مع النسوان. لك وين عيشة؟ عيشة؟ لك أنت حالك شو صار لك؟ أنا ما سويت شي غلط ومرتك خليت تسد حلقة. أيوة إيه؟ ليش ما دبرتوا له تفصيلة جديدة؟ ليش؟ الناس سكروا الحارة، شو بدك يعني ندخل بين الرجال؟ يعني بفهم من كلامك إنه هاللي صار أنت مالك دخل فيه؟ لسه بيحطني بالنص أخي؟ أنا مالي خايفة منها ولا ما بكذب. روح اسأل الداية خالدية قديش أنا لاطشت لحتى يزبط العرس. خلصنا أختي، أرضي بنصيبك وحاجبك يا كرمال الله. طول عمري بقول حق على عمتي أنت، بس الحق كله هلا على الداية. الله لا يوفقها. لحمة على عرس قديش تفكس. لك أطول عمر العروس بتطلع من البيت اللي هي فيه، ليش أختك تتلبسها عندها وتمشيها بالحارة بين الناس؟ لسه بتحطي الحق على أختي ولا سليمة؟ إيه الحق عليها، ليش ما رضيت تساوي عرس النسوان هون بالبيت؟ سكتي سليمة، حاجة تدخلي أختي بكل مشكلة بصير معنا، امشي مشي يلا. كل مره بيطالعونا فرتين يعطلوا العرس، ولما ما لقوا شغله يحكوا فيها قاموا ما بعتوا عيشه على عرسها. انا ما عاد بدي هيك نسب يا مو، بكفي لهون وبس، كل واحد يروح بحال سبيله.